الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا وارث الأنبياء، السلام عليك وعلى الشهداء الذين معك، السلام عليك وعلى محبيك وعشاق دربك، ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الحوارية نلتقي مع أصحاب السماحة، سماحة السيد مهدي الحكيم وسماحة الدكتور السيد فارس السلطاني وسماحة الدكتور الشيخ هيثم السهلاني، مع حفظ الألقاب والمقامات. وأنا معكم أيضا إبراهيم النصيراوي، فحياكم الله وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ممكن أن يرد السؤال الآتي، بأننا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام له أكثر من خطبة، وفي يوم عاشوراء له خطبتان، وإن قيل بأن له ثلاث خطب لكن المتيقن له خطبتان. الخطبة الأولى أكد فيها على عنصر النسب، يعني كما مثلا أذكر منها هذا المقطع: أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي أو وسفك دمي، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه؟ ثم يقول: أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ هذا التأكيد على النسب في هيك موقف في يوم عاشوراء، ماذا نفهم منه سيدنا المهدي؟ أحسن شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا جميعا بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين والثلة الطيبة من آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة. كانت ولا تزال كربلاء الإمام الحسين نبراسا ومدرسة للأجيال، يستاف منها الأجيال عبق الشهادة وأريج الإباء والإخاء، وما جلستنا هذه إلا عبق من عبقات كربلاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بالنسبة إلى سؤالكم سماحة الشيخ، يقال أن هذه الخطبة كما ذكر أهل المقاتل أنها قيلت في الصباح يوم عاشوراء، يعني قد تكون أول خطبة ابتدأ الإمام الحسين بها بعد أن اصطف الجيشان. نعم. الجيش الأموي، وأقصد به الأموي عقيدة وهوى، وجيش الإمام الحسين. فتكلم الإمام الحسين بالكلام، أنا مقطع من هذه الخطبة طبعا. صحيح. تكلم عن نسبه الشريف. طبعا في خطب العرب نثرهم وكذلك في شعرهم أنه متعارف أن المتكلم يبدأ بالنسب.
من باب المفاخر من أي باب، هو عرف عند العرب أن يبتدئون في النسب، والإمام الحسين هو ابن سيد العرب ومن صميم العرب. فأولا نستطيع القول أن جرى هذا المجرى الذي يتعارف آنذاك عند متكلمي وخطباء العرب. ثانيا، الشيء الثاني وهو الأهم، أنه تعلمون أن جيش ابن سعد عبارة عن أمشاج مختلفة وأخلاط متنوعة، فيهم السيد والعبيد، العربي وغير العربي، الحر والعبد، فيهم جنسيات وأهواء مختلفة. وأهواء ليس بالضرورة كلهم يعرف الحسين، حتى لا يقال أن من قبل البعض أن قاتلنا هذا الرجل وما كنا نعرفه. من باب إلقاء حجة. فمن باب إلقاء الحجة و يعني إفحام الخصم، فبين الإمام الحسين عن هويته وهوية نسبه الشريف والسلالة الشريفة ليلقي الحجة على الجميع. وهذا أسلوب يعني استعمله الإمام عليه الصلاة والسلام مع معاوية. أكون رسالة لمعاوية يقول الإمام علي قصد. الإمام علي طبعا معاوية يقول له نحن بنو عبد مناف، فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له نعم نحن بنو عبد مناف، ولكن ليس أمية كهاشم، وليس أبو سفيان كعبد المطلب، أو ليس حرب كعبد المطلب، وليس أبو سفيان كأبي طالب، وليس المهاجر كالطليق، وليس الصريح كاللصيق، إلى آخره. كذلك الإمام السجاد استعمل هذا الأسلوب عندما قال في الشام، حتى لا يقال يعني باعتبار الكوفة ما استعمل هذا الأسلوب، في الشام استعمل هذا الأسلوب. أنا ابن محمد، أنا ابن من، أنا ابن من. ومن جميل الأساليب البلاغية التي استعملها الإمام السجاد عن طريق التعريض، هو قال أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب. وفيه ما فيه من تعريض ليزيد ونسب يزيد لا يخفى على المستمع اللبيب. سماحة الشيخ هيثم السهلاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم شيخنا العزيز الشيخ الدكتور النصيراوي وأصحاب السماحة الأعزاء، وعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب العظيم، ونرفع عزاءنا لصاحب الأمر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الأمة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام والمسلمين عامة، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو لكل المسلمين، بل هو الإنسان لكل الناس. عندكم إضافة في موضوع الأنساب؟ منذ التاريخ يعني العرب يفتخرون كثيرا بالأنساب، يعني قبل الميلاد إلى ما إلى زماننا هذا الإنسان يفتخر بنسبه، والنسب له خصوصية في الشريعة الإسلامية في العقيدة الإسلامية، لأنه يوضح حرمة الزواج من المحارم، يوضح موضوع قانون الأحوال الشخصية، يوضح مسألة الإرث، الفروع إلى الأصول، فهي أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية النسب. الأمر الآخر، النسب حينما عرض الإمام الحسين عليه السلام نسبه لهؤلاء الذين كان البعض منهم يجهل من هو الإمام الحسين، لأنه جاءوا من أمصار عديدة في جيش عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، فأراد أن الإمام الحسين أن يوضح هذه الشخصية الذي جاءوا لقتالها، فكان نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفاخر الأنساب، حتى معاوية عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحبشة حينما سئل عن نسب رسول الله فقال هو من أشرف الأنساب. إذن أراد الإمام الحسين أن يوضح مكانة هذا النسب وهذا الفرع من ذلك الأصل، يعني يريد أن يبين هذه الشجرة العظيمة، هذه الشجرة العظيمة المثمرة، وهذه إلقاء حجة على من جاء لقتاله. نعم. فلذا مسألة النسب، هو لا يريد الإمام الحسين أن يفتخر بنسبه على الآخرين، لأن عندنا في الشريعة الإسلامية الكل سواء كأسنان المشت، لكن أراد أن يوضح هذا الجانب
لهؤلاء الذين جاءوا لقتاله. أحسنتم. سماحة السيد الدكتور السلطان. أحسنتم سماحة الدكتور الشيخ النصيراوي حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر لكم هذه الفرصة في الاستزادة من عبقي الشهادة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام على مائدة شهر محرم الحرام، ونحن بين يدي أنوار بهية للحسين عليه السلام، ومن جملتها تاريخه، ومن ضمنه هذه الخطبة أو خطبه التي خطبها في يوم عاشوراء أو التي سبقت يوم عاشوراء. في الحقيقة استكمالا لما تفضل به سماحة السيد وسماحة الشيخ الدكتور، فإن موضوع النسب من الموضوعات التي صرح بها القرآن، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والحسين سلام الله عليه حين ودع علي الأكبر يوم عاشوراء قرأ هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، في إشارة واضحة إلى أن هذا الاصطفاء لهذه النخبة وهذه هذا الاختيار والاجتباء من الله عز وجل قد خص بهذا البلاء العظيم. فهذا الاصطفاء ليس اصطفاء ملوكيا على أساس من الملك الدنيوي والاستزادة من الدنيا، بل هو اصطفاء بلاء، لأن الذي جرى وحصل على الأنبياء قد ورثه الحسين في خاتمة ذلك، فما جرى عليهم الآن يجري عليه. فهو عندما يصرح بأنه انسبوني من أنا، باب كما ذكره الباحثان تقدم في ذلك، وباب يريد أننا نحن أهل بلاء غير جازعين لما نزل وحصل ووقع بنا. جميل. إنما نحن نستكمل الرسالة. ولذا حينما زاره ابنه الإمام الصادق قال له: السلام عليك يا وارث آدم ووارث نوح ووارث إبراهيم، وهذا الإرث جنبة منه تختص بهذا البلاء الذي توارد على الأنبياء، وكانوا أصحاب نفوس مطمئنة، والحسين بعد صاحب النفس المطمئنة كما ورد في تفسيري النفس المطمئنة في آخر سورة الفجر على لسان الأئمة عليهم السلام. أحسنتم سيدنا، يعني هو مثل ما تفضلتم جميعا. فقط أكو شيء آخر ممكن أضيفه لعله أشار له سماحة السيد، يعني لما يقول: ألست أنا ابن بنت نبيكم، يعني يريد يشير إلى بيت النبوة، يريد يشير إلى أنه ينتمي إلى بيت النبوة، فهو ليس مجرد تعريف نسبي عادي أعم من ذلك. يعني يريد يشير إلى النسب المتعارف الطبيعي، ويريد يشير إلى النسب المكاني، النسب الروحي، النسب المقامي. ألست ابن بنت نبيكم؟ ولذلك عرج على مجموعة من أصحاب المواقف، كأمير المؤمنين عليه السلام، كحمزة رضوان الله عليه اللي هو حمزة يعني أسد الله وأسد رسوله، وعرج أيضا على ذكر جعفر الطيار الذي أبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة. فالإمام عليه السلام اختيار هذه العبارات في هذه الخطبة الأولى، الإمام الحسين عليه السلام في هذه الخطبة الأولى، إنما هي إشارة إلى أنه ينتمي نسبا إلى هذه الشجرة العظيمة، وينتمي روحيا إلى هذه البيوت العظيمة، إلى بيت الإمام، بيت النبوة وبيت الإمامة، فحتى تتضح الأمور أكثر وأكثر. وفيه ما فيه. ولذا أثر، يعني أثر خطاب الإمام، أثر على الجمهور المقابل، أثر على الجمهور المعادي. هسه أثر، بعضهم تراجع، بعضهم يعني تباطأ، بعضهم يعني انتمى إلى جيش الإمام الحسين عليه السلام ولو في آخر المطاف. فيه شيخي فضح أيضا للإعلام الأموي. أحسنت. المضاد، أنه خارجي، أنه كذا، أنه كذا. يعني أحسنت. ونذهب إلى فاصل ثم نكمل حديثنا بإذن الله تعالى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. تحدثنا في السؤال الأول عن
خطاب الإمام الحسين عليه السلام الذي تعرض فيه إلى ذكر النسب، وبينتم المقصود منه. لكن نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام في خطابه الثاني تغيرت اللهجة، تغيرت النبرة، ولذلك مثلا قال عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، إلى أن قال سلام الله عليه: اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم دعونا، إلى آخر كلامه. لماذا تغيرت هذه اللغة عند الإمام الحسين عليه السلام سيدنا دكتور السلطان؟ أحسنتم. بلا شك أن الالتفات في البلاغة فن من الفنون المعروفة، فالخطيب البارع في الوقت الذي يبدأ بداية فيها مثلا من الوعظ والإرشاد والحمد وسوى ذلك والتعريف بنفسه، فإنه يرجع مرة أخرى إلى غرض آخر، تنقل هذا ما يعرف بالالتفات. فهذا الالتفات يعني جنبة بلاغية مهمة. الإمام الحسين سلام الله عليه في بعد كل هذا الذي صرح به أراد أن يضع الخصم في دائرته التي يستحقها، فإنهم قد وصلوا إلى حال أنه لا سبيل إلى صلاحهم وإلى هديهم، فباشرهم بقوله بقوله سلام الله عليه: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. وهذا يعني أمر طبيعي متوقع من الحسين عليه السلام، فهو في الوقت الذي عرف بنفسه لا يريد أن يفرض نفسه عليهم: أنتم استصرختمونا وجئنا، نعم أنتم الذين استصرختمونا وأنتم الذين دعوتمونا، أنقدم إلينا قد اخضر الجناب وأينعت الثمار وإنما تقدم على جند مجند لك. ثم بعد ذلك بدلوا وحرفوا وغيروا، فكانوا يستحقون بذلك هذه الكلمات التي قالها الإمام سلام الله عليه، ثم هي ميزان ومعيار لضلال هؤلاء القوم وما كانوا عليه من انحراف خطير، ليتبين بذلك منهج الحسين، بل قد تبين معه منهج التشيع. التشيع بدأ منذ كربلاء وأصبح تشيعا سياسيا، وأصبح له حضور كبير بدم الحسين سلام الله عليه في كل الميادين. فلا بد من هذه الكلمات التي لم تكن هي يعني الوحيدة في التعريف بالقوم. أحسنتم سماحة الشيخ الدكتور. بعدما عرف الإمام الحسين عليه السلام بنسبه، وهذا الخطاب يدل على الألم الشديد، الخطاب الثاني عند الإمام الحسين عليه السلام في الدعوة على القوم وبيان موقفهم حينما دعوه وكتبوا له الرسائل التي وصلت إلى 12,000 رسالة من أهل الكوفة. طبعا المجتمع الكوفي كان خليط في القوميات والأجناس من مختلف الأقطار والأمصار، لأن الكوفة كانت هي العاصمة للدولة الإسلامية، فكان يرد لها الكثير من البشر ليقيموا فيها، فليس كل أهل الكوفة هم من أتباع الإمام الحسين عليه السلام. حتى هذه الرسائل التي كتبت إلى الإمام الحسين كتبت يعني ليس من أولئك الذين اتبعوا الإمام الحسين عليه السلام في العقيدة والموقف. على العموم، حينما وردت هذه الرسائل للإمام الحسين أصبح الإمام الحسين أمام موقف لا بد أن يستصرخ لهؤلاء الذين استنجدوا بالإمام الحسين، وكانت أوضاع الكوفة أنذاك في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أوضاع مزرية، وكان يمكن للإمام الحسين عليه السلام لولا هذه الدعوة من هؤلاء أن يذهب إلى اليمن إلى البصرة ويتجنب البيعة ليزيد. سوف أؤكد على هذه المسألة. لذا حينما واجه القوم بهذه الدعوة وبالدعاء عليهم لأنهم خذلوه وقد خانوه في هذا الموقف،
لذا كان الموقف حقيقة ينم عن ألم شديد، يعني يعبر عن ألم، يعبر عن ألم، وهذا الألم ليس لنفسه وإنما حتى لهم عليهم. عليهم. أحسنتم. العفو، تفضل. أحسنتم شيخ سيدنا. نعيش أجواء البرحة الآن ذاك، نرجع بعجلة التاريخ إلى الوراء. نعم. نجد هذه الخطبة تلت تلك الخطبة. خطبة. نعم. قال أصحاب المقاتل أن الإمام الحسين أخذ مصحفا وركب دابة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه درع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونشر المصحف على رأسه، وأكد عليهم مرة قبل هذا الكلام الشديد، أكد عليهم وسألهم عن نفسه: ألست أنا الحسين؟ كذا. قالوا: أنت الحسين، وصدقوه. قال: إذن لماذا تقاتلونني؟ قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. إذن فكما تفضل سماحة السيد، ألقيت الحجة ولا عذر لمن يريد أن يعتذر. حين ذاك قال هذا الكلام الشديد عليهم، لأنهم كما في القانون يقولون أن أقدموا على الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، أنه يعرفون أن هذا الحسين وأن هذا الرحل رحل رسول الله والثقل ثقل رسول الله، مع هذا أقدموا طاعة للدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد. وأسلوب القرآن مع المعاندين كما تعلمون سماحة الشيخ وكل المسلمين، أسلوب يكون شديد مع المعاندين: ولا تتبع كل حلاف مهين، إلى هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، إلى آخره. يعني يكون أسلوب القرآن مع المعاندين أسلوب شديد، ما فيه مجاملة ولا فيه مؤاربة. فكان من الأمر طبيعي أن يتكلم الإمام الحسين على القوم الذين قدموا لقتاله بهذا الأسلوب. أحسنتم. يعني ممكن أن أضيف لما تفضلتم به بأن الإمام الحسين عليه السلام لابد أن يبين النتيجة اللي تنتظره، وأشرتم له سماحة سيد السلطاني وكذلك البقية الأخوة، أنه لابد لما وصل إلى يعني نقطة الفاصلة، أنه بعد ما ينفع معهم أي كلام، أي موعظة، أي نصيحة. وطبعا هو مو بس هو الخطب، خطب يعني قبل أيضا بعض أصحابه أيضا خطبوا إضافة إلى خطبته، وكل الكلام لم يؤثر، كل الاحتجاجات اللي قدمها لم تؤثر، لابد أن يخليهم بالصورة. وهذا الأسلوب، يعني هذا الأسلوب هو موجود حتى عند الزهراء عليه السلام. الزهراء لما بيّنت في خطبتها بعدين قالت: أبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وبهرج دائم شامل، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. يعني بيّنت النتائج حتى الإنسان يكون على بصيرة من أمره. كذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم يبين الجنة ويبين آثار الجنة وما في الجنة، وبعدين يجينا إلى العذاب اللي هو أعد للعصاة للكافرين. فإذا ممكن أن نستفيد من الخطبة الثانية أن الإمام عليه السلام بعدما ألقى الحجة كاملة وبين كل ما يحتاج الإنسان إلى بيانه، انتقل إلى هذه الخطبة الأخيرة اللي بين فيها النتائج. هل من شيء يعني آخر تضيفون إلى هذه النقطة؟ وفيتم وكفيتم. ننتقل الآن إلى سؤال ثالث. مولانا الكريم، إحنا نلاحظ التأثر العظيم بقضية كربلاء. يعني التأثر مو طبيعي. الرجال، النساء، الكبار، الشباب، الصغار، هذا التأثر العظيم بهذه النهضة، مولانا كيف يعني يأثر على حياتنا؟ كيف نعكسه سيدنا المهدي على حياتنا، هذا التأثر العظيم بهذه النهضة؟ كربلاء الحسين تعيش في وجدان كل حر أبي. كربلاء الحسين تعيش في وجدان كل إنسان حر، حر أبي، وهي مدرسة، والمدرسة لها فصول ولها دروس ولها ثمار، وأثرت في الأجيال مدى الأعمار ومدى الأزمان.
عندما نشاهد مثلا زيارة الأربعين هي من ثمار كربلاء الإمام الحسين. نعم. تجد الـ 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 العراق هذا البلد الكبير يتحول إلى ديوان وإلى مضيف لاستقبال الناس كل الناس واحترام الناس كل الناس بغض النظر عن مذاهبهم وعن أديانهم وعن توجهاتهم. هذا الإخاء وهذا الاحترام من ثمار كربلاء. كربلاء كما هي كربلاء الإباء هي كربلاء الإخاء والمحبة والصمود، كما أنها يعني كربلاء الصمود والثورة. شاهد الجمهور الحسيني جمهور كان وما ولا يزال جمهور لم يداهن المستبد ولم يداهن الظالم، وفي الحرب ضد داعش كان يعني للعراقيين عموما وللجمهور الحسيني بالخصوص صولات وجولات ضد الدواعش. هذه حتى الكرم هذا الذي نشاهده هذا من ثمار الكرم الذي يوجد عند العراقيين. علينا أن نؤكد أنه من ثمار تلك الدوحة الهاشمية الحسينية. فأعطيات كربلاء كبيرة وثمارها متعددة، فتأثيرها علينا يعني تأثير جلي وتأثير واضح. إن شاء الله نكمل هذا الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل ونعود ثانية بإذن الله. حياكم الله وأهلا بكم سماحة الشيخ السهلاني. يعني قضية كربلاء تأثيرها على البشر، تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر. يعني بغض النظر حتى عن الدين والاتباع، يعني قد يتأثر بهذه النهضة حتى غير الشيعي، حتى غير المسلم. فش تفسرون هذا التأثير أو كيف ترونه؟ غرست ثورة الإمام الحسين عليه السلام في نفوس الناس. نعم. العطاء. جميل. الفكري. والتضحية. التضحية. والبذل بكل شيء. جميل. الإمام الحسين عليه السلام مثل ما تفضل سماحة السيد هو مدرسة أخلاقية تربوية. نظام للأسرة، نظام لمواجهة الطغيان والانحراف وتصحيح المسار. هذه مدرسة متكاملة سماحة الشيخ الدكتور. فلذا غرست فينا هذا الإصرار على أن نسير بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام. وخير مثال على ذلك في فتوى سماحة السيد السيستاني في الفتوى الجهاد الكفائي حينما أصدرها الإمام السيستاني ضد داعش. تنظر إلى الجموع وإلى الجماهير، قد هبت رجل واحد لمقاتلة هذا الانحراف. إذن هذا كله من نتاج تلك الثورة الحسينية المباركة. صحيح، جميل، أحسنتم شيخنا سيدنا. مولاي سماحة الشيخ، الله سبحانه وتعالى عندما يعرض لنا قصص الأنبياء يعرضها وهي يعني قصص ابتلاء. لا تجد نبيا إلا وقد ابتلى، وذكر الله عز وجل أن العبرة من ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالبلايا يعني المجتمع المسيحي يرى أن صلب عيسى عليه السلام وتقديم نفسه للفداء هو هذا الشيء العظيم الذي ملك به كل هذه القلوب، ونحن بإزاء ثورة لم يبق الحسين سلام الله عليه شيئا إلا وقد أعطاه لله، كما يقول الجواهري وقدمت للموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع. هذه صورة من صور الفداء العظيم الذي نجد شيئا من بلاء إبراهيم عندما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بعدين يقول إن هذا لهو البلاء
العظيم. يعني هذا بلاء عظيم لأنه قدم ولده بنية ولكن لم يقع منه ذبح، فكيف بالحسين عليه السلام وهو يقدم هذه القرابين ويقول اللهم إن كان هذا يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. لا شك أن ما أعطي لله وما كان لله عز وجل فإنه باق لبقاء ما قدم له، والله عز وجل تكفل بأن يحفظ كل ما كان لله، ما كان لله كما يقولون ينمو، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. يعني كن أضافة. نعم تفضلوا. من جميل ما قرأت بالخصوص على أن كربلاء ملهمة لكل من يريد أن يستبسل وأن يضحي، حتى لو كان هذا الشخص من غير خط الإمام الحسين. قرأت عن مصعب ابن الزبير ومصعب معروف توجهه صحيح وعائلته ليسوا مع خط محمد وآل بيت محمد، عندما واجه جيش عبد الملك ابن مروان وبدأ الانكسار على جيش مصعب، تلفت وجد هناك خيانات وإلى آخره، فرأى رجلا يعرفه مصعب والتاريخ يذكر اسم الرجل، كان قد شارك في معركة الطف مع الجيش الأموي، فناداه وقال له يا فلان ماذا صنع الحسين ابن علي يوم العاشر من محرم، فذكر له هذا الشخص كأنما يعني مصدر إلهام للشجاعة والصمود، ذكر له كيف قتل أهله وأخوته وبنوه وأصحابه وبقي وحيدا ولم ينكسر أمام الأعداء واستشهد. فقال مصعب وإن الأولى من طفي بالطف من آل هاشم قد يكون واستشهد لشعر غيره، تأسوا فسنوا للكرام التأسية وتقدم بجواده وقاتل حتى قتل مصعب. فالتأثير يعني التأثير له جوانب ومصادر متعددة للأحرار. نعم جميعا يعني للناس جميعا كل حر. هذا التأثير حقيقة عملي كما تفضل سماحة السيد بموضوع إبراهيم مع إسماعيل، نراها هي تضحية نظرية، أما تضحية الإمام الحسين عملية. عملية أحسنتم. يعني التأثير التربوي، تأثير الأخلاقي، تأثير الصمود، تأثير مواجهة الانحراف، مواجهة الغزو الضال، يعني كل هذه القيم إنما تعلمناها من الكربلاء يعني، وحتى الحب والتآخي سماحة السيد أيضا تعلمناها. فقط عندنا بقي سؤال وهذا ضروري السؤال أن نسلط الأضواء عليه، وهو أن الكثير يتهم الإسلام بأنه لا يعير أهمية للمرأة ولا يعطيها مكانة، بينما نجد بأن نهضة كربلاء يعني انقسمت إلى قسمين، قسم رجال وقسم نساء، يعني والمرأة واصلت العملية النهضة الكبرى العظيمة واصلتها المرأة وأبقتها المرأة. يعني قضية كربلاء انتهت بمقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبدأت مرحلة ثانية بقيادة زينب. السيدة زينب طبعا مع وجود الإمام زين العابدين، لكن الظرف حتم على السيدة زينب أن تقوم بذلك الدور مع من معها من النساء، السيدة أم كلثوم وغير ذلك. كيف نفهم دور المرأة شيخنا السهلاني في قضية نهضة أبي عبد الله؟ أحسنتم سماحة الشيخ. الدكتور حقيقة المرأة في الإسلام وما نراه في التاريخ من موقف السيدة مولاتي زينب عليه السلام وأمها الزهراء عليه السلام، فحيث أن زينب عليه السلام هي التي قادت المعركة المسيرة بعد الإمام الحسين عليه السلام، ليست مسيرة إنما معركة معركة مع الطغيان، وقادت هذه الأسرة العلوية في الأسر. جميل. وواجهت عبيد الله بن زياد وأفعمته وواجهت يزيد في عقر داره. هذه المواقف وبينت أهداف ثورة الإمام الحسين للملأ للناس، فهي كانت في يعني التي واصلت هذه الثورة، وكثير من الأحداث ما أخذها الناس إلا من خلال زينب سلام الله حسن. عليها التي تربت في كنف رسول الله صلى الله عليه جميل. وآله وسلم جميل. وفي كنف أمها الزهراء وأبيها الإمام علي وأخوها الإمام الحسن عليه السلام، فعاشت كل هذه التجارب صحيح وفوضت ووظفت هذه التجربة في واقعة الطائف، فكانت لها هي القيادة سيدنا مولاي سمحت الشيخ.
كربلاء يمكن أن نقسمها على قسمين، كربلاء الحسين وكربلاء زينب. كربلاء الحسين والحسين نعم بموقف نهضة. كربلاء الحسين السعادة، وكربلاء زينب الجمال، لأن الحسين قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرمة، وهذا ناسب شهادته لأن الشهداء سعداء. وزينب عليه السلام بصبرها عندما سألها عبيد الله بن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك والمرض، قالت ما رأيت إلا جميلة، فهذا الجمال ناسب صبرها. فكان هذا العطاء العظيم من امرأة ثاكل بكل معنى الكلمة، لم يمر ثكلها حتى على أمها ولا على جدتها خديجة، فكانت متميزة بهذا الألم. مع ذلك زينب عليه السلام لم تترك جهادها، وقفت كأمها أمام الظالمين وأسمعت الظالمين كلاما لم يكن ليخرج حتى من كبار شخصيات ذلك المجتمع الكوفي أو الشامي. فزينب عليه السلام من 10 محرم إلى بقية أيامها هي زينب التي نقلت واقعة الحسين من زمانها إلى أزمنة أخرى. صحيح. فنحن نستشرف معالم تراث زينب عليه السلام الجميل بما وصفته، فهو ألم وهم وصفته بالجمال، وهذا من جمال عاشوراء. جميل. وصبر جميل. أنتم سيدنا المهدي، سمحت الشيخ الكلام عن المرأة في النهضة الحسينية طويل حقيقة، يعني هناك دور لغير الهاشميات، دور مشرف يعني من الوفاء أن نمر عليه ولو مرورا. صحيح. سريعا، مثلا في البصرة من عمر النهضة الحسينية الإمام في مكة أول كتاب كتبه لأهل البصرة، هناك امرأة اسمها مارية بنت منقذ، وبعضهم سموها بنت سعد العبدية نسبة إلى عبد القيس، وهذه عشيرة لها ولاءها منهم صعصع بن صوحان العبدي، لها ولاءها وحبها لأهل البيت. هذه المرأة سماحة الشيخ كان في بيتها يجتمع الرجال، في بيتها يجتمع الرجال كيف ينصرون الإمام الحسين، والإمام ما زال في مكة وعبيد الله بن زياد ما زال في البصرة، قد حبس الناس عن الخروج إلى الإمام الحسين، وكان كل من يتعذر بأنه ما عنده أموال فهي كانت من حليها تعطيه الأموال. وهناك امرأة قتلت في كربلاء أيضا، وخرج من بيتها 6 التحقوا بالإمام الحسين وهو في مكة، وهناك امرأة قتلت في كربلاء أيضا التي ضربها رستم رستم عبد الشمر. نعم. عمر هاي الأنصارية ابن جنادة، هذه موقف غريب، هذا يعني فعلا شبيه للخيال هذا. صحيح. لولا أن التاريخ يذكره بمصادر هي اللي مختلفة. جاءت بولدها أرسلت ابنها عنده 11 سنة ابن. عندما شاهدت الحسين وحيد الحسين رق عليه وبكى، قال ارجعوه إلى أمه حتى لا تذكر به، قال سيدي أمي هي التي أرسلتني إليك. هذا موقف ناهيك عن موقف السيدة أم كلثوم لها خطبة، فاطمة الصغرى لها خطبة، السيدة سكينة لها خطبة. نعم. وأما اللبوة زينب فدمدمت يعني خطب وزمجرت خطب زوجة، تقول زوجة علي بن مظاهر الأسدي. نعم. نعم. أخو حبيب. نعم. في بعض. نعم. روايات. نعم. أرباب المقاتل أن الحسين أذن لهم أن تذهب نساؤه، فأبت، قالت فأبت، فرجع إلى الحسين قال أبت الأسدية أن تفارق زينب. يعني هذه مواقف سيدة زينب يعني صور، فتصور عجيبة تزمجر في بلاب عبيد الله بن زياد، تقول له إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا الشجاعة، وهو غيرنا التعريض الأسلوب البلاغي، يعني أنت يا ابن زياد، يعني الإمام عليه السلام لما سئل لماذا تأخذ النساء معك قال شاء الله، أجاب جوابا مختصرا لكن بعمق، شاء الله أن يراهن سبايا باختصار، شاء الله أن يراهن سبايا، يعني هن مسيرتهن تحت نظر رب العالمين وتحت أنني معكما أسأني معكما أسمع وأرى. فهارون وموسى عليهم السلام قادا مسيرة لكن خاضعة للرؤية الإلهية ومرتبطة بالله عز وجل. كذلك قول الإمام الحسين شاء الله أن يراهن سبايا، يعني هذا الدور للمرأة في كربلاء هو دور يعني حقيقة يحتاج إلى أن تسلط عليه الأضواء أكثر وأكثر. زينب خطبت في مكانين،
بالكوفة خطبت بالشارع، بالشام ما تكلمت بالشارع وإنما تكلمت في مجلس يزيد. قد يسأل سائل لماذا هنا بالشارع الكوفي وما تكلمت أمام عبيد الله أبدا ولا كلمة إلا بعد ما اضطرت، بينما بالشام متنكرة، بالشام خطبت أمام يزيد وما تكلمت بالشارع. شوف العقل، سمعته قوارص لأنه الكلام. بالكوفة يهمها الشارع. عبيد الله ابن زياد تابع مو هو الرأس، بينما بالشام الشارع الشامي يجهل من هو الحسين عليه السلام. يزيد هو صاحب القرار، لما تقف أمامك تكيدك اسعى سعيك نصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وبعدين تبين العواقب، هل رأيك إلا فند، جمعك إلا بدد، أيامك إلا عدد. يعني حقيقة صمود بكلمة واحدة باختصار، الثورات تحتاج إلى أعلام وإعلام. الأعلام كان للرجال دور في الاستبسال والتضحية، والإعلام كان للنساء دور. نعم. في وكان في الحسين سلام الله عليه كربلاء في مسيرته ناظرا إلى الجهد التعبوي اللي تقوم به المرأة، لو لم تكن هنالك صفحة تحملها المرأة، وليست المرأة العادية وإنما ابنة الزهراء، لعميت أخبار كربلاء ولم يفهم بها أحد، ضاع الكثير، بل لقد كان لصوت زينب وندبتها وحنينها وأنينها الأثر الكبير في تأجيج ثورة أهل المدينة، هكذا يقول المؤرخون، وفي حفظ هذه الآلام وهذه الأصوات فيما بقي من الثورات التي أججها الحسين على الظالمين. أحسنتم. كلمة باختصار جدا. المرأة حقيقة لعبت دورا مهما مولانا، في حتى خديجة سلام الله عليها، الزهراء عليه السلام، زينب، أصحاب نساء أصحاب النبي والإمام سلام الله عليه، كل من النساء يعني كان لهم دور مشرف في هذه المسيرة التربوية والأخلاقية والجهادية. أحسنتم. لعمرك لم أرى مثل الحسين قتيلا ولكنه المنتصر، ومنكسرا لم يزل فاتحا، فلله من فاتح منكسر. فسلام عليك يا أبا عبد الله، وسلام على تلك الدماء التي سالت في سبيل الله، وسلام على محبيك وعشاق دربك ومسيرتك. اللهم اجعلنا من السائرين على نهج أبي عبد الله الحسين والمتمسكين به، وشكرا لأصحاب الفضيلة والسماحة، وجزاكم الله خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.